خريج النهارده تمام، يمكن لسه بتكلم مع الدكتوره صغير، بقول ان يعني مصر دلوقتي في حاله ان في الابداع والفنانين ليهم مكان، ومكان واضح في الاهلي والظهور، واضح ان الرئيس كمان بنفسه بيدعم الموضوع ده. فكلميني عن مشاركتك النهارده وحضورك وعندك جزء من الفعاليات. بص انا بحب الدكتوره سويرة عبد القادر جدا، وبحب كل الايفنتات اللي بتعملها، والنهارده ده بيدعم سياحه بلدي وبيدعم العلاقات بين مصر وبين الدول، يعني علاقتنا بالمغرب وعلاقتنا بالصين وعلاقتنا يعني كلهم اخواتنا واصحابنا وحبايبنا، وان يبقى في تبادل ثقافي وسياحي وفكري واجتماعي، وهم يجوا لنا واحنا نروح لهم، دي حاجه عظيمه يعني. وكلنا كمصريين لازم نشارك في حاجه زي كده. دلوقتي بيتعرض مسلسل النهارده اول حلقه، مسلسل اسمه سابع جار على قناه سي بي سي، اتفرجوا عليه وان شاء الله يعجبكم. السينما بقى رمضان لسه؟ لا السينما ما فيش حاجه، رمضان لسه شويه بس. في حضرتك في حاجه؟ لسه بقى لسه البدايات يعني. ميرسي ليك.